الوطني الجزائري الليبي هي كانت فكرة مجموعة شباب ومجموعة بنات. الشباب والبنات قرروا أن في يوم من الأيام يطلعوا، والشباب يلبسوا البدالي العربية ويلبسوا الجرود، والبنات يلبسوا الفراشيات ويتلاقوا في مكان معين. لكن الشباب يعني كل واحد قاعد يقول لصاحبه أنا راني بنمشي لميدان الشهداء ولا بنمشي لمكان فلاني بنلبس بدلة عربية. فالكل يعني رحبوا بالفكرة هذه، وقلنا على أساس أنه راهو الخميس الجاي بنتلاقوا في ميدان الشهداء وبنلبسوا يعني بدائل الزي الليبي. صدفة جاي اليوم الخميس هدايا بتاريخ يوم 13/3. لبعض الناس اللي يقولوا علاش اخترتوا يعني يوم 13/3، يوم 13/3 جاي بالصدفة. لما طلعنا يوم 13/3 هو سنة في أول سنة، سنة 2013، لقينا المصورين يستنوا فينا، لقينا القنوات الإعلامية يصوروا فينا، فالحق يعني شجعونا أن نديروها مرة تانية. ففي سنة 2014 طلعنا مجموعة يعني نفس الشباب ونفس البنات اللي طلعوا في سنة 2013 طلعوا في سنة 2014، لكن سنة 2014 جو مصورين أكثر، وهذا يلي خلى الفكرة تنتشر بشكل أكثر في سنة 2015، اللي هو كده كلكم تعرفوه مهرجان زي ليبي في السنة الأولى اللي درناه العام اللي فات في قصر الملك. فالعام هذايا قررنا ان احنا نديروه في ميدان الشهداء في ثلاثة اماكن تجمع: أغوس ماركوس وميدان الجزائر وميدان الغزالة. في البداية كنا يعني كنا في ظل الظروف المالية يعني ما لحقناش يعني ان نحصلوا يعني راعي المهرجان. فبارك الله في السيد حسين بن عطية عميد بلدية تجورة، هو اللي رحب بالفكرة وهو اللي تبنى الفكرة وهو اللي دعم المهرجان هذايا. فتوفقنا ولله الحمد في نجاح المهرجان وطلع بالصورة هذه اللي احنا ما كناش نتوقعها، يعني ما كناش نتوقع ان الشعب يعني بيطلع وبيحتفل. وبارك الله في الفرسان اللي طلعوا رغم الظروف الجوية، اللي انتم بتعرفوا ان اليوم 13/3 نهار لحد اللي فات انه كان مطر وطريق صعبة يعني مسكرة. فالحمد لله يعني حققنا النجاح يعني ما كناش نتوقعه ان احنا نحققوه. هذا الموضوع لا شك انه يمس الهويه الليبيه، وما احوجنا في هذه اللحظات بصراحه ان نرجع بالهويه الليبيه الى اساسها والى مصدرها، ويجب ان نفتخر ونتفاخر بهذه التظاهره وغيرها من التظاهرات التي ترجعنا لمفهوم الهويه الليبيه. وما راينا في ذلك من تشتت في الشرق والغرب وفي الشمال والجناب، وكل من هو عدو الوطن الا وتجد له في هذا الحقل نصابا وفي هذا الحقل باعا، لا لشيء انهم يسعون ولا يدخرون جهدا في تفتيت وتشتيت اللي هي الهويه الليبيه. فيدي على يد جمعيه الميعاد وشكري وتقديري لرئيس اعضاء المجلس البلدي بتجوره لاهتمامه بهذا الملف وبهذه التظاهره، ونامل ان تكون هذه البدايه بدايه لانشطه وانشطه اخرى وليس ببعيدا عن ذلك منهم. الزي الليبي هو فن وذوق وصناعة، هو مش مجرد لبسة بس، لكن تعكس يعني إذا نظرنا لأزياء الدول أغلبنا سافر وشاهد الأزياء، من أجمل الأزياء هو الزي الليبي، يعني فيه لمسة يعكس أن أبائنا وأجدادنا كان عندهم ذوق وكان عندهم حتى تحدي للظروف. بالتأكيد هي مش نفس الظروف اللي اليوم، كانت ظروف صعبة ولكن طلعوا بأشياء نفتخر بها اليوم، والحمد لله أصبحت هي صناعة ممتدة في شرق ليبيا وغربها وشيء نفتخر به. سئلت كعميد بلدية لماذا تدعم في هذه الظروف والأمور بلادنا في أزمة وكذا تدعم مثل هذا النشاط؟ شبابنا يتعرضوا لتغريب في فكرهم في ثقافتهم في عقيدتهم في لباسهم. في شباب تشوفهم ممكن لا تعرف من اليونان ولا من تشيلي ولا ليبيا، تعرفاش، لكن مجرد وضع هذا الثوب هذا اللباس هذا ليبي أصلي.